السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتي حبيباتي، طالبات الصف الثاني عشر متقدم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الحصة الثانية في مراجعة وحدة المناعة. النهاردة هنبدأ نتكلم على الأجسام المضادة. إيه هي الأجسام المضادة؟ الأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات سكرية بتنتمي إلى مجموعة خاصة من البروتينات اللي موجودة في الدم، اسمها البروتينات المناعية. زي ما انتم شايفين كده، الجسم المضاد بيتكون من زوجين من السلاسل البروتينية، اتنين منهم سلاسل طويلة بنسميها السلاسل الثقيلة، واتنين تانيين سلاسل قصيرة بنسميها السلاسل الخفيفة. وهما الاتنين السلاسل دول، نوعين السلاسل دول بيرتبطوا مع بعض بروابط ايه؟ روابط كبريتية ثنائية. كل جسم مضاد زي ما انتم شايفين يا بنات عنده موقعين متماثلين عشان يرتبط فيهم مولد الضد. زي ما انتم شايفين كده من فوق اهو، وليه موقع ارتباط مولد الضد. كل جسم مضاد فيه موقعين عشان يرتبط فيهم مولد الضد، بيختلف شكل الموقع ده من جسم مضاد الاخر، وده حسب نوع مولد الضد اللي هيرتبط بيه، لان لازم يكون مولد الضد ايه متلائم شكله مع شكل موقع الارتباط عشان بيرتبطوا مع بعض زي كده القفل والمفتاح. ولما بيرتبطوا مع بعض بيكونوا لي حاجة اسمها معقد من مولد الضد والجسم المضاد. بنسمي موقع ارتباط مولد الضد مع الجسم المضاد بالموقع المتغير او المنطقة المتغيرة، لأنه بيتغير شكله على حسب مولد الضد من جسم مضاد الآخر. الجزء الباقي بنسميه الجزء الثابت أو المنطقة الثابتة، لأنه ثابت في جميع أنواع الأجسام المضادة ما بيتغيرش. الأجسام المضادة بتقضي على مسبب المرض وبتمنع انتشاره من خلال 4 طرق، ودي بيكون على حسب نوع وحجم مولد الضد. عن طريق الترسيب أو التعادل المناعي أو التخثر والتجمع، أو عن طريق بروتينات النظام المتمم، وهنشرح كل واحدة بالتفصيل. أول طريقة اللي هي طريقة الترسيب. طريقة الترسيب دي لو كان عندي حجم مولد الضد صغير، زي يعني مثلا يكون بروتين سام داي في بلازما الدم، أو يكون حجمه صغير مقارب لحجم الجسم المضاد، إيه اللي بيحصل؟ الجسم المضاد هيرتبط مع مولد الضد وبيرسبه في الدم. علشان ايه؟ علشان تقدر الخلايا الأكولة انها تصل اليه بسهولة وتلتهمه، والطريقة دي بنسميها طريقة الترسيب. الطريقة التانية اللي هي التعادل المناعي. لو كان مولد الضد ده جزء من خلية بكتيرية كبيرة بالمقارنة بالجسم المضاد، لو ارتبط جسم مضاد بالمولد الضد ده مش هيأثر فيه خالص، فبالتالي بإيه اللي بيحصل؟ بترتبط أكثر من جسم مضاد مع مولد الضد. تمام يا بنات؟ يعني مش جسم مضاد واحد، أكثر من مولد من جسم مضاد بيرتبط مع مولد الضد، فبالتالي هيخليها أكثر عرضة للخلايا الأكولة اللي بتحيط بيها وتلتهمها. الطريقة الثالثة اللي هي التجمع أو التخثر. بنقول إن بعض أنواع الأجسام المضادة بتبقى عندها القدرة إن هي ترتبط مع أكتر من مولد ضد، ده بالتالي طبعا بيساعد على إن الجسم المضاد بيجمع حواليه أكثر من مولد الضد، فبالتالي هي إيه؟ هيقلل من انتشارها، وكمان هيسهل على الخلايا الأكولة إن هي تلتهم أكثر من مولد الضد في نفس الوقت، ودي الطريقة دي بنسميها التجمع أو التخثر.
الطريقة الرابعة والأخيرة اللي هي بنسميها بروتينات النظام المتمم. إيه اللي بيحصل؟ لما الجسم المضاد بيرتبط بمولد الضد على سطح خلية بكتيرية مثلا، ده بيحفز لي مجموعة من بروتينات موجودة في الدم اسمها بروتينات النظام المتمم. بتعمل إيه البروتينات ديت؟ بتعمل لي ثقب في الخلية البكتيرية، وبتؤدي إلى دخول سوائل اللي بتحيط بالخلية البكتيرية دي بتدخلها، ويؤدي إلى انفجارها. هنتكلم على حاجة جديدة اللي هي الحساسية. ايه المقصود بالحساسية؟ هي عبارة عن استجابة مناعية لمادة معينة غير ممرضة بطبيعتها. احنا خدنا قبل كده ان الجهاز المناعي بيقاوم او يهاجم مولدات ضد او حاجات ممرضة، حاجة غريبة بتخش جسمك بتسبب له المرض، فالجهاز المناعي بيدافع عنه. الحساسية بقى لا، دي هي بتستجيب، الجهاز المناعي بيستجيب لمادة معينة غير ممرضة، أصلا ما بتسببليش في الطبيعة بتاعتها أي مرض. دي بتحصل عند بعض الناس، مش كل الناس يعني. والحساسية منها أنواع كتيرة وأسباب متنوعة ومختلفة، زي حساسية لحبوب اللقاح أو لأغذية معينة أو لروائح معينة أو مشروبات معينة. هنتكلم على حساسية اللي هي أكثر انتشارا، اللي هي حمى القش أو الحساسية الأنفية. وديت بتبقى عبارة عن نوع من الحساسية بتنتج عن استجابات مبالغ فيها للجسم لحبوب اللقاح في مواسم إزهار النباتات. حبوب اللقاح بطبيعتها بتحتوي على مواد سكرية وبروتينية، الجسم هنا بيعتبرها ان هي لما بتخش جوه الجسم بيعتبرها ان هي مولد ضد، وبيبدأ الخلايا الليمفاوية الباقية تتعرف على مولدات الضد اللي هي حبوب اللقاح دي من خلال المستقبلات اللي على سطحها، عشان تبدأ لي التفاعلات المناعية اللي هي بتميز لي حالة الحساسية. ايه اللي بيحصل؟ لما الجسم بيتعرض لمسبب الحساسية اللي هو حبوب اللقاح ده لأول مرة، هيرتبط مسبب الحساسية بالخلايا الباقية زي ما خدنا قبل كده، عشان تتحول إلى خلايا بلازمية، وهتقوم بإنتاج نوع خاص من الأجسام المضادة اللي هي الـ IgE. وبعدين الأجسام المضادة دي تقدر إن هي ترتبط مع مستقبلات خاصة على سطح نوع من الخلايا بنسميها الخلايا الثورية موجودة في الأنسجة دي. خلاص يعني هي قاومت لي أول مرة مولد الضد، والجزء اللي فضل منها وقف على سطح الخلية الثورية. في حالة بقى التعرض مرة تانية لمسبب الحساسية نفسه، يعني دخول حبوب اللقاح مرة تانية، إيه اللي هيحصل؟ هترتبط الأجسام المضادة اللي هي موجودة على سطح الخلايا الثورية مع الأجسام، مع مولدات الضد اللي هي حبوب اللقاح، وتبدأ تطلع لي مادة كيميائية اسمها الهستامين. الهستامين دي بقى هي هتعمل ايه؟ هتسبب في توسع الشعيرات الدموية في منطقة الأنف والعينين بصورة خاصة، هتبدأ لي الأعراض بتاع الحساسية، توسع في الشعيرات الدموية في منطقة الأنف والعينين، كمان هتزود لي من نفاذية الشعيرات الدموية، فبالتالي يؤدي إلى حدوث احمرار في منطقة الأنف والعينين، وكمان زيادة إنتاج المخاط، وكمان انتفاخ تلك الأعضاء اللي هي الأنف والعينين نتيجة زيادة السائل النسيجي الراشح. وديت الأعراض المميزة للحساسية. مين اللي بيسبب لي أعراض الحساسية دي؟ اللي هي مادة الهستامين اللي بتطلع لي من الخلايا الصارية نتيجة ارتباط الأجسام المضادة الموجودة على سطحها بمولد الضد في حالة الدخول مرة تانية. ازاي بيتم علاج الحساسية؟ عن طريق أدوية بنسميها مضادات الهستامين. بتشتغل ازاي مضادات الهستامين دي؟ يعني يا إما بتخفض لي إنتاج الهستامين من الخلايا الثورية، أو بتمنع وصول الهستامين إلى الخلايا المستهدفة زي الخلايا المفرزة للمخاط وخلايا الشعيرات الدموية.
احنا اتكلمنا قبل كده يا بنات ان جهاز المناعة بيكون مسؤول عن مقاومة مسببات الأمراض، ده من خلال يا اما يكون مناعة اللي هي الخلوية او اللي هي مناعة المعتمدة على الأجسام المضادة. وقلنا في الحالتين ان جهاز المناعة بينتج لي خلايا ذاكرة، والخلايا الذاكرة ديت اللي هي بتستجيب أو بتحفز الاستجابة المناعية الثانوية في حالة دخول مسبب المرض مرة تانية للجسم، وفي الحالة دي بيكون الجسم أكثر كفاءة وأكثر قدرة على مقاومة المرض بسرعة كبيرة، وساعتها بنقول إن الجسم ده محصن مناعيا. طب أنا عندي بقى طريقتين بيتم من خلالهم تحصين الجسم مناعي، يا إما عن طريق التحصين النشط او نسميه الايجابي او المناعه النشطه، يا اما عن طريق التحصين السلبي اللي هي او المناعه ايه المناعه السلبيه، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجه التحصين النشط او المناعه النشطه، دي المناعه اللي هي بتتكون نتيجه دخول مسبب المرض او جزء منه للجسم. طب ليه سميناها مناعة نشطة؟ عشان الجسم ليه دور فعال وإيجابي في تكوينها، تمام يا بنات، لأن هو اللي هو من خلال الاستجابة المناعية في عن طريق إنتاج الأجسام المضادة أو الخلايا التائية القاتلة. بنقسم المناعة النشطة ده إلى نوعين، مناعة نشطة طبيعية ومناعة نشطة اصطناعية. إيه هي المناعة النشطة الطبيعية؟ دي المناعة اللي بيكتسبها الفرد نتيجة الإصابة الطبيعية بمسبب المرض، تمام، إن هو اتعدى أو أصيب بالمرض وخف منه، فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ الجسم بيقوم بإنتاج أجسام مضادة متخصصة أو خلايا تائية عشان يقاوم لي مسببات المرض، بالإضافة إن هو كمان بيكون لي خلايا ذاكرة اللي هي بتبقى موجودة في الجسم وتقاوم المرض لو ان هو دخل مرة تانية. بتختلف بقى الفترة اللي بتفضل فيها المناعة دي في الجسم على حسب نوع مسبب المرض، وعلى حسب طبعا زي ما خدنا قبل كده نوع الخلايا الذاكرة اللي بتتكون فيها، هل هي خلايا ذاكرة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد. النوع الثاني من المناعة النشطة اللي هو المناعة النشطة الاصطناعية، والنوع ده من المناعة بيحصل في الجسم نتيجة ايه؟ نتيجة ان الجسم نفسه تم حقنه بأنواع مختلفة من اللقاحات في الجسم عشان تنشطه عشان يكون لي خلايا ذاكرة مناعية، يعني بعمل حاجة اسمها ايه مناعة استباقية، انا بستبق ان لو حصل ان دخل لي المرض فانا بكون مجهزه جوه جسمي اجسام مضاده، تمام يا بنات، زي الجدري مثلا، زي شلل الاطفال، زي الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي. اللقاحات دي تم انتاجها او اكتشافها في القرن الماضي، وطبعا هي من اهم الانجازات الطبيه، وهي تحتوي غالبا على مسببات المرض يا اما بصوره ضعيفه او ميته او على اجزاء منها، هي يعني بتكون غير كافية إن هي تحدث لي الإصابة بالمرض، لكنها بتنشط لي الخلايا المناعية عشان تكون لي خلايا ذاكرة قد تصل طول عمر الفرد إن هو يفضل محصن ضدها أو لفترة قصيرة، طبعا زي ما خدنا قبل كده على حسب مسبب المرض وثباته التركيبي والوراثي. اللقاحات بقى ليها مميزات وليها بعض الانتقادات، يعني ايه مميزاتها؟ ان هي طبعا بتبني لي مناعة افراد المجتمع ضد الامراض الاكثر خطورة والاكثر انتشارا، كمان ان هي قضت على كتير من الامراض الخطيرة زي الجدري القاتل، كمان المناعة دي ممكن تكون طويلة الامد، ممكن تستمر مدى الحياة زي في حالة الحصبة، لكن في بعض الانتقادات يعني واجهت استخدام اللقاحات زي ايه، ان هو يعني ممكن يكون فيها خطورة لانه اللقاح ده بيكون بيحتوي على كائنات دقيقة فعالة او مواد سامة ممكن يعني نشطة،
دي ممكن تسبب لي خطورة على حياة الإنسان. عشان كده كتير من الآباء بيعارضوا فكرة التحصين، رغم إن منظمة الصحة المحلية والدولية ألزمت الناس ببرامج تحصين معينة لازم إن هم يقوموا بيها علشان حماية المجتمع وحماية أفراده من الأمراض. النوع الثاني من المناعة اللي هي المناعة السلبية، ودي المناعة اللي بتتكون نتيجة حقن الجسم بالأمصال اللي بتحتوي على أجسام مضادة جاهزة، أو إن الجسم بيحصل على الأجسام المضادة دي من الأم من خلال المشيمة أو عبر الرضاعة. يعني الجسم ملوش أي دور في تكوينها، ده بياخد الأجسام المضادة جاهزة، عشان كده سموها مناعة سلبية. طيب التحصين السلبي ده بيستخدم في حالة المرضية اللي بتستدعي إن أنا أحصل على مقاومة مناعية فورية وسريعة، زي مثلا انتشار عدوى مرض معين بشكل سريع وكبير في المجتمع زي إنفلونزا الخنازير، أو إن واحد تعرض للدغة أفعى أو حشرات سامة أو عقرب. طبعا دي ساعتها لازم أديله مصل جاهز، مش معقول إن أنا هديله لسه لقاح علشان ياخد وقت عبال ما تتكون الأجسام المضادة، أنا بديله الأجسام المضادة جاهزة. كمان مثلا لو في الحج، الناس راحة الحج فبرضه بيدولها الأمصال للأمراض اللي قد تكون منتشرة في موسم الحج. كمان لو في لعيبة كورة رايحين مثلا يلعبوا مسابقة معينة في إحدى الدول ومعروف إن الدولة دي فيها مرض مستوطن معين أو كده، فأنا بديه مصل ضد الأمراض المعروفة هناك. طيب الأمصال دي بيحضروها بطرق كتيرة، زي مثلا دم بعض الحيوانات زي الأرانب والخيول بيحقنوها بمسبب المرض وبعدين بيحصلوا على الأجسام المضادة، لكن حاليا بدأت يصنعوها عن طريق استخدام الهندسة الوراثية. المناعة السلبية أو الأمصال دي بتتميز بسرعة تأثيرها في الجسم للقضاء على مسبب المرض، على عكس طبعا المناعة النشطة اللي بتحتاج الجسم فترة طويلة عشان يقوم بيتعرف على المولد الضد وبعد كده يكون له أجسام مضادة. برضو إن زي ما هو ليه مميزات ليه بعض المساوئ أو بعض التحفظات، إن هو مثلا صعوبة الحصول عليه عند الحاجة أو ممكن يكون ملوث، أو إن هو بينشط لي استجابات مناعية غير مرغوبة، أو ممكن كمان إن هو يسبب لي تفاعلات حساسية نتيجة إن هو بيتعامل مع المصل على إنه جسم غريب لازم يقاوم. وبكده بناتي حبيباتي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، أرجو إن أنتوا تكونوا استفدتوا، ولو أي حد عنده أي استفسار يبعتلي، مع تمنياتي ليكم بالنجاح والتفوق إن شاء الله.